لو الحكاية فيها إن فيديو المعرض متخصص في التصوير الأبيض والأسود، والمعرض بكل بساطة هو أن تكون حاضراً أو موجوداً في المكان، وده بنعبر بيه ببعض التكنيكس المتعددة التصوير على نفس الصورة، وبالأبيض والأسود كتكنيك للذاكرة والرجوع للماضي والنوستالجيا والكلام اللي احنا عارفينه عن الأبيض والأسود ده. المعرض هنا بيجمع بعض الذاكرات البصرية لكل مكان، يعني أي حد فينا بيروح مكان بيبقى مركز أو بتثبت في خياله بعض الذاكرة البصرية، كرسي، ساعة، حيطة معينة. أنا بجمع كل الكلام ده في صورة واحدة، بجمعهم في صورة واحدة كلهم علشان أقدر أقدم لك ذاكرة البصرية عن المكان اللي كنت فيه، وبتبقى حاضرة معايا أو حاضر معايا بكل مراحل التصوير من خلال التكنيك ده. عدد المعروضات حوالي 27، يعني ما بين 17 صورة و10 من النيجاتيفز القديمة بتاعت التحميض الأبيض والأسود القديم من أعمالي برضو، وده اللي موجود. والمعرض في جاليري بيكاسو في الزمالك من يوم 13 النهاردة لحد يوم 28 فبراير، لأن أنا ما بعملش الصور، يعني ما بجيبش مودلز وقف. أنا المكان اللي بحس فيه أو المكان اللي أنا بقول دايما المكان اللي بيختارني، بقف بحط كاميرا بتاعتي فيه وببتدي يعني أصور اللي بيحصل قدامي، اللي بيعدي بصوره يعني. وانتوا زي ما انتوا شايفين في الاعمال انا ما باخدش موديل واضح ابدا، يعني بيظهر في صورة شبحية في حركة سريعة، لكن عمري ما بثبت موديل للتصوير. يعني انا حسيت هو المعرض اسمه to be present، وحسيت فعلا ايوة I'm present. الحاجات فيها layering كده معين، في حضور حقيقي للي بيصور ورا الكاميرا، شايف تفاصيل انا يعني قادر احسها قوي، فهو رائع. معرض حلو جدا جدا، ومبروك للي عملوه الروماني حافظ. لا معرض جميل. وانا كفنانه تشكيليه استفزني المكعبات اللي هو عاملها، حسيت ان انا عايزه ادخل اقعد جوه المكعب، وحاطط مكعب ازاز، قدم الصوره للفوتوغرافيا بالنيجاتيف بتاعها بشكل مختلف جديد، في رؤيه معاصره، راسس الشغل كانه انستليشن، حابة قوي الكادرات بتاعت سيوة لانها مختلفة، وتنقل لنا خبرته ورؤيته هو عن المكان اللي زاره. فكرة الضوء والظل، الكونتراست ما بين الابيض والاسود، الغامق والفاتح، الشادو بتاعت الاشكال ازاي هو اشتغل عليها، ده بيقول لنا ان في خبرة كبيرة وراء الصورة الفوتوغرافية، مش مجرد كليك بالكاميرا وطلع منتج او طلع صورة واو، في خبرة بصرية، في ثقافة، في رؤية، في جملة أو رسالة عايز يقدمها الفنان للمتلقي، إن هو يشوف ولو جزء صغير من مدينة بعين وخبرة الفنان، وإحنا كل واحد يشوفها برضو بثقافته وبرؤيته. كل صورة يعني متاخدة بطريقة وزاوية معينة وكادرات، إن هي إن أنا حاسة إن أنا جوه المكان، وإن هي متاخدة بطريقة جميلة جداً، بجد لا كل الصور حلوة يعني. هذا المشروع زي ما حضرتك هتلاقي ينقسم لثلاث مشاريع رئيسية: مكان فاضي لوحده، روماني بيرصد الأمكنة عبر مدد زمنية متتالية وبيركب ده مع بعضه تراكميا بحيث يرصد تغير الموجود جوه المكان، ومجموعة تانية بنشوف فيها شخوص زي الأشباح، هي بيستخدم فيها تقنية التعريض التراكمي اللي هو بيصور نفس المشهد وكاميرا ثابتة عدة مرات والناس بتمر من خلالها، فالناس تبدو كالأشباح داخل الصورة وخارجها. والمجموعة الثالثة، مجموعة اللي حضرتك بتشوفيها وراكي، هي مجموعة عرض للنيجاتيف بتاع الفيلم أو السلبي، لأن روماني بيصور بطريقتين: طريقة رقمية زي أغلب الكاميرات الموجودة اليومين دول، والطريقة التقليدية اللي هي أنالوج اللي هي على أفلام، فهو عارض تلك المشاهد الموجودة في الأفلام معمولها صناديق والضوء بينزل عليها، حضرتك بتشوفيها من ورا وحجم الصورة بيبقى صغير. فبنشوف ثلاث أنواع من الأمكنة بثلاث أحجام متتالية عبر مدد زمنية متتالية بالشخوص اللي بيمروا فيها. هنا العرض فكرته بتحوم حول الذاكرة وحول الحنين لمكان بتغيراته، المكان ده ممكن يبقى مكان ذاتي جوه الذاكرة، ممكن يبقى مكان موجود فعلا فيزيائي في داخلي أو خارجي.
فعلا موجود يحن للفنان او يعود للفنان بلا كرر.